شوية شباب لا خليك دايش صديقتي مالك افتتاح ديال المطعم اللي مطعم زوين تبارك الله بجديده في موقع زوين وغيكون فيه الفطور في رمضان وغيكونوا فيه انيماسيون وغيكونوا فيه حاجات زوين اللي غيعجبوا العوائل ديال المدينه الجديده. غزال والناس ديال جديده عزاز وغانين وتنبغيهم تنموتوا عليهم ناس زكاله كاملين. اليوم تشرفت بالحضور ديالي لاكبر مطعم في المدينه الجديده. تبارك الله على لاله مالك دارت هذا المطعم في المستوى موجوده لكم هميزات ومفاجات زوينه مناسبه رمضان. كنصحكم ان شاء الله الناس ديال جديده يجيو لهذا المطعم لانه في مستوى. لا جيت قبل المدينه الجديده في الموسم ديال التبريده اللي فات كنت هنا في الجديده. كيفاش كان التعامل ديال الناس؟ الناس الجديده الناس ديال الكرم وتبارك الله عليهم وكنوجه لهم تحيه من هذا المنبر. كيفاش جاتك المقهى وراسور معامل؟ تبارك الله مقهى في المستوى مطعم في المستوى. بغينا نشوفوا بحال هذا البروجي في المدينه الجديده لان المدينه الجديده بغات بحال هذه المشاريع في المستوى. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.